الحمد لله وبركاته. ايه معاكم الشيف دعاء؟ إيه هنعمل النهارده بقى؟ يعني وصفه سهله قوي وبسيطه قوي واقتصاديه قوي، سواء بقى موجود لحمه مش اشكال، سواء موجود فراخ مش هيفرق معانا وجود اللحمه او الفراخ او كده. دي وصفه هتمشي دايت وهتبقى اقتصاديه جدا ومش مكلفه، وتمشي فطار، تمشي غدا، تمشي عشاء، إيه مفيش اي مشاكل منها. هنعمل ايه؟ هنعمل طبق بطاطس بالخضار. طبق بطاطس بالخضار، انا مقاديري ايه؟ عندي بطاطس، عندي بطاطس هتتقطع كده مكعبات كده، هنقطعها مع دلوقتي هنقطعها معاكم دلوقتي. وعندي فلفل، برضو فلفل هيتقطع مكعبات كده صغنونه، هنقطعها دلوقتي كلنا مع هنقطعها دلوقتي معاكم ان شاء الله. وعندي واحده طماطميه كبيره متقطعه صغيره قوي برضو كده، تقطع مكعبات صغيره قوي كده. وعندي كزبرة خضراء، وعندي قرن فلفل، قرن شطة حامي، وعندي قطعة جنزبيل ممكن استغنى عنها لو مش موجودة. يبقى عندي بطاطس، عندي فلفل، عندي طماطمية كبيرة متقطعة صغيرة قوي، عندي كزبرة خضراء، عندي قرن فلفل، قرن شطة حامي، وعندي قطعة جنزبيل متوفرة او مش متوفرة مفيش اي مشاكل منها. عندي ايه؟ عندي ملح، عندي كركم، عندي بابريكا، عندي كزبرة بودر، عندي نص معلقة فلفل اسود، وعندي معلقة كبيرة كمون، وطبعا معلقة زيت اللي انا هشتغل بيها. هعمل ايه هنا الاول؟ انا بقطع البطاطاية كده بالطول واخدها كده كده هو، واقطعها ثلاثة كده، تاني هنا كده اهي، ده الطول اهو، باخدها كده من النص واقطعها، ادي واحد ادي اتنين، بس كده بقت مكعبات اللي انا عاوزاها. ونفس الطريقة الفلفل بقطعه كده بنضفه، وباخده كده برضو واحد اتنين بقوا تلاتة، واقطعه برضو ايه مكعبات. بقى ده المكعب اللي انا عاوزاه. بس هنيجي بقى نروح على البوتاجاز عشان نشوف هنعمل ايه. انا هنا ولعت، حطيت نقطتين الزيت او معلقتين الزيت، وحطيت ولعت النار. اول حاجة هعملها ايه؟ هنزل بالكمون. اول حاجة هعملها هنزل بالكمون، عايزة اخد ادي للكمون تشويحة بس كده. اول حاجة هعملها هنزل بالكمون، بس اديله تشويحة اخد الريحة بتاعته. طبعا كلنا عارفين فوائد الكمون للبطن وللقولون وللمعدة وللدايت، بس كده ياخد بس غلوة، ياخد قصدي تشويحة صغيرة، تقليبة صغيرة، يطلع ريحته كده. اوطي وانزل بالبطاطس. انزل بالبطاطس، وهغطيها، هغطي البطاطس بتاعتي لغايه ما تاخد تدخل في جزء من السوى اللي انا عاوزاه. خلاص كده البطاطس اخدت اللون اللي انا عاوزاه، وصلت لاقل من درجه السوى بشويه. طبعا كم البطاطس الكميه دي حسب العدد الافراد اللي موجوده عند حضراتكم. هعمل ايه هنا؟ هنزل بالفلفل، هنزل بالفلفل كده، وهنزل عليه بقرن الشطه الحامي، وهنزل عليه بقرن الشطه الحامي، وهاخدها تقليبه، هاخدها ايه تقليبه تاني. الكم نص كيلو، كيلو ربع كيلو، حسب عدد الافراد عندكم، دي حاجه ترجع لكم. ايه هاخدها كده وبرده هقلب تقليبتين كده، واغطيها برده شويه تاني، واسيبها مش هزود ميه، انا هسيب الخضار يستوي في ميته. الفلفل بدا ان هو يدبل معايا مع البطاطس، انا مش عايزاه يترى مني، لا انا عايزاه يبقى يفضل برده محتفظ بالقرمشه بتاعته. هنزل بالقطعه الجنزبيل زي ما حضراتكم شايفين، وهنزل بكل التوابل بتاعتي، هنزل بكل التوابل بتاعتي
طبق خطير وريحته جميلة واقتصادي ومشبع جدا، ويمشي دايت ويمشي كل حاجة. هقلب التقليبة كده مع الخضار، هنزل بالطماطم، هنزل بالطماطم كده زي ما حضراتكم شايفين اهي. هتاخد برضو، مش هقلب بقى كتير عشان خاطر البطاطس ما تتهريش معايا، هسيبها كده واسيبها لمدة 3 دقايق كمان. واخر مرحلة عندي بعد ما هطفي هضيف الكزبرة الخضراء، بعد ما هطفي عشان انا عايزة الكزبرة مش عايزاها تبقى دبلانة، بعد ما اطفي بعد 3 دقايق هضيف الكزبرة الخضراء وهغرفها وهوريها لحضراتكم. طبعا الفيديو ده او الوصفة دي ابن خالتي ليا زميله بقى الدكتور مهند، اهلا بيه ومتابعني ومشرفني ومنورني طبعا على القناة، وانا عارفة ان هو بيعمل دايت. اتمنى تجرب الطبق ده وهيعجبك قوي، وميرسي ليك خالص. سلام عليكم.